لا ميليسا لا، ما تتركني سير، ما تتركني. خلاص ميليسا لازم راجعك على البيت. ليش؟ طلع فيي، طلع فيي، اللي ما بدك يعني مش عجبتك. خلاص ميليسا سكتي، انت بنت قصر ما تخربي لي بيتي. شو يعني بنت قصر؟ بتعرفي كتير منيح شو يعني. انا ماني مستعد لهالقصة. بليز سير، بليز. خلاص ميليسا، عشو عم تقولي لي بليز؟ عشو عم ترجيني؟ قلت لك انت بنت تحت السن وانا ماني مستعد لهالقصة. ان شاء الله فكرك انه انا بنت صغيرة عم تحلم بفارس الاحلام، وانت فارس احلامي يعني. ليكون فكرك شفتك وخشيت. ليك حبيبي، انا ظاهرة مع غيرك من قبل، انا مش بنت، فاهم؟ ان شاء الله بتكوني ظاهرة مع 15 واحد قبلي وبعدي. انا ما بدي اياها هالعلاقة. بلا، بدك ونص. بعرف انك رح تموت، مش بس بدك. هاي حياتي. هاي حبيبي، حضرت لك عشا كتير بتحبه. ان شاء الله ما تكون تعشيت. سوري حياتي، تعشيت. ايه رح اعمل دوش وغير تيبي وبرجع. اوكي اوكي. ميليسا وين؟ بأوضتها، فاتت لتنام بكير اليوم، قال ما بدها حدا يزعجها. اوكي، لانه عايزك بحديث خاص. خير، في شيء؟ لا 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 ابدا، ما في شيء حياتي. يلا هلا برجع لك. يلا سبقني هو وفتح لي الباب. العمى شو ما بتقدر الفن. بتعرفي نيول، من وقت اللي بعدت عنك صايره صرفتك العامه والفنيه راجعه انا ليه كثير لورا. صرنا نص الليل دومت، هلا مش وقت زيارات. اكيد معك حق، بس مشكلتي انا اني رجال مرتب ومهذب وبعرف بالاصول. ما بدي احرجك قدام رامبو تبعك اللي بضل قاعد على البسين تحت وعارض عضلاته الحلوين. قلت لحتى يناموا الكل بيجي بطلع وبسألك شو قرارك. قراري بخصوص شو؟ ياه علينا، هلا بدي ارجع عدلك كل شي حكيناه هديك المرة؟ اللي طلبته مني هديك المرة ما بده تفكير، قراري واضح ومحسوم. محسوم؟ واللي هو؟ اللي هو انه انا وياك اتطلقنا وخلصت قصتنا، والمحكمة حكمت لي قلب الولاد لكانوا كبروا، ومن هلأ ليكبروا فرجوا رحمة. هيك لكان يعني كل اللي حكيتك اياه هديك المرة ما أثر فيكي بشي؟ لا، انا ماني خايفة منك دومت. بمين مستقوية؟
بسفيس السالون تبعك. ليك دومت، اذا بتجرب تاذيني او تاذي الولاد رح بلغ عنك البوليس. خوفتيني نايلة، انا عندي صمام مسكر. وبالنسبه لاهلي ولورثه بيي، انت بتعرف كتير منيح انه اهلي شاحطيني من البيت وحرميني من كل شيء، مش لاني طلقتك بس، لاني تجوزتك من الاساس. مش مزبوط. بلا مزبوط. بعدين انا اتصلت بخي وسالته اذا انت زرتهم مثل ما قلت لي هديك المره، قال لي انه ما حدا منهم شايفك، واصلا ما حدا بيرضى يستقبلك ببيته، فروحت حك على غيري دومت. اسمعي بدك ترجعي لي. بدك ترجعي لي لاني انا بحاجه لك نيلة. بحاجه لك من كل النواحي. أنا مش ممكن أرجع لك دومت، ولا ليوم واحد ولا لثانية. اسمعي اللي قلك نيلة، بدك ترجعي لي وأنا بحول كل حياتك لجحيم. بضل أحسن من جحيم اللي رح يعيشوا معك دومت. مش لاعتبر إنه هيدا آخر جواب لك، برجع بعدين باخذ جوابك. أنت ليش مصر إنه نحن نرجع لبعضنا؟ اصلا انت كيف بترضى ترجع تعيش مع مره ما بقى بدها اياك؟ تخلت عنك باصعب الاوقات، ايه؟ كيف؟ بدي ارجع بني ادم نيلة. بدي ارجع بلش عن جديد. انا حالتي اتدهورت. بدي ارجع اوقف على رجلي. ما بدي ولادي يستحوا فيي قدام الناس. بلش من جديد مع حدا جديد. طلع فيي نيلة. طلع فيي منيح. مين بقى يتطلع فيي ويشغلني؟ أنا بدي أرجع عالبيت. بدي أرجع أقعد حدك، أقعد حد الولاد لحتى أقلع وبعدين أفل باحترام. أنا ضايع من الحبس جديد نيلة. أنا سفر على الشمال، كل المجتمع نكرني وزبلني. أنا بحاجة لعائلة وبحاجة لبيت. فكر منيح، رح أرجع أخذ جوابك. كيف بتكذبي علي ميليسا؟ كيف تقولي لي انك ضاهره مع غيري من قبل؟ لانه لو قلت لك انك رح تكون اول واحد ما كنت قبلت. اكيد ما كنت قبلت، لانه انت بنت صغيره. لك شو يعني انا بنت صغيره؟ انا صبيه سيرج، صبيه عندي مشاعر واحاسيس، بحق لي اعيش مثلي مثل غيري. ما بقى في ضلي عايشه هيك مثل ما انا عايشه مع اهلي بقطر. هيدي حياتك انت، وانا ما خصني فيها، فاهمه؟ ما تصرخ سيرج، انت ما لك ذنب اللي صار. أصلاً اللي صار ما حدا رح يعرف فيه. شو؟ إلك 20 يوم تارك شغلك وعم تفتح شغل جديد وأنا مرتك آخر من يعلم؟ حياتي ريتا، انت كنت مشغوله بحالك، نسيت الايام البشعه اللي قطعوا عليكي؟ انا ما كنت مشغوله بحالي، انا كنت مشغوله فيي وفيك وبابننا اللي كان المفروض يخلق. حياتي خلينا رايقين هلا، ما تلحقيني على الكلمه ونرجع نتخانق بعد 5 دقائق. اوكي. خبرني هلا، شو صار بالشركه لتركت شغلك؟ خلص ريتا، عم نحكي عن المستقبل هلا، عن المشروع اللي عم بحضره هلا. وهذا المشروع بهمك الك كمان. همني إلي؟ شو؟ بديكي من هاللحظة بالذات تتفضي لمشروعنا، هيدا مشروع العمر. اللي حمستني. قولي لي، شو هلا أكتر شي ماشي بالبلد؟ أراجيل. لا، ما حزرتي. أكتر شي ماشي بالبلد هلا هن الصليط اللي بينعملوا فيها أعياد ميلاد ولاد الصغار. أخذت كريدي من البنك وبلشت بالملاعب وبالصالات الكبيرة. بس تخلص الورشة والجاية بيجي دورك يا ست الستات تهنسي وتحطي لمستك الحلوة. مبروك حياتي. إن شاء الله مشروعك بيمشي مثل ما أنت مفكر. بيمشي ريتا، بيمشي. أنا مستنظر إنه من أول يوم افتتاح يمشي مثل النار.
بيقولوا لك انه الاهل عم يحجزوا على الصلاه قبل بشهرين وثلاثه. بعدين احسبيها كم صالي في بالبلد وكم في ولد مثل الشتاء. مزبوط الولاد مثل الشتاء. لك اخ يا رب لو بتصلني شي نقطه بس من هالشتوى شو بيكون حلو. سوري حياتي ما كان قصدي ازعجك بهالموضوع. مش مهم ماني مزعوجة. مهم يمشي المشروع. اكيد رح يمشي حياتي، رح يمشي مثل النار. خلص خلصنا شغل ودوامات ومعاشات وزودات يلي ما بتجي. خلص ريتا صار شغلنا على حسابنا، وبدل ما نحن نشتغل تحت ايدين الناس صارت الناس بتشتغل تحت ايدينا. بس بديكي انت تتفضلي لهالمشروع من هاللحظه بالذات. قد ايه اخذت كريدي من البنك؟ بلا ما اقول لك احسن ما يغط على قلبك. بس انا اكيد انه المشروع رح يمشي مثل النار. بس قولي لي انك رح توقفي حدي. بليز قولي لي. اكيد رح اوقف حدك. كاس النجاح اللي جاي. ما بعرف شو بدي اقول لك، عن جد ما بعرف يلي صار. بتمنى خلص بليز. شو بك هتلين هم اكثر مني؟ بونوي بونوي هيك بدك تتركني انزل وتقعد بالسياره ومفتح لي وداني. يلا قوم. لك ليه مسكر خطك؟ وين كنت؟ حياتي الماما وطي ضغطة وغابت عن الوعي، نقلناها على المستشفى. صار لها مدري كم ساعة نحن بالمستشفى وهلا واصل على البيت. عن جد؟ وهلا كيف صارت؟ يعني منيحة،
هلا واصل على البيت يا حبيب، سيارة اختي قدامي. طيب حبيبي، بكره جاي على الشغل شيء؟ ما بعرف، حسب كيف بتصير الماما. على كل حال بكره بنحكي. شو بك كأنك مستعجل تسكر؟ حياتي لا، بس هيك شوي موتر، لأنه قليلي ملا خضلة عملت لنا إياها الماما. أوكي حبيبي. طيب بس وصل على البيت احكيني. لا لا، أنت نامي، ما تضلك ناطرتيني، بكره الأولاد بيوعوكي قبل الضوء وأنت عندك شغل، مش خلصت فرصتك؟ لا أبعد شي، لأول الجمعة. أوكي. شو ما لهي انبسطت؟ شو بك لحقتيني على النفس؟ عم قلك متوتر من قصة الماما. طيب حبيبي، سوري عن جد سوري. طيب باي. أوكي باي. يا علي أنا، لك يا علي أنا، شو معطرة؟ شو بدي أقول لأختي هلأ؟ شو بدي أقول لأختي وصهري؟ شو بدي أقول لهم؟ كيف صار؟ شو صار؟ البنت كانت عم تسبح على البيسين، بيظهر عجبته وتحركش فيها، قال لها انه انا مستعد سهرك بنايت كلاب حتى لو ما كان عمرك 18 سنة، وصدقته بس قال لها جيبي لي 500 دولار. راحت جابت له 500 دولار ضحك علي، اخذ لي هون واخذها على النايت كلاب. شو هالحكي هيدا؟ لوك ايه ايه، مثل ما عم خبرك وانت بتعرف ميليسا بهالعمر بتكون مستقتلة لتسهر بنايت كلاب. عم صدقته، جابت له 500 دولار ضحك علي، راحوا سهروا وشربوا، وبعدين هني وراجعين بالسيارة على الطريق أخذها على مطرح مقفي واعتدى عليها. ابن الحرام، ابن الكلب، ما رح خليه يفلت من إيدي. هريتا أنت أكيد من قصة ميليسا؟ ولك كيف أكيدة؟ شو ما شفتها للبنت كيف جاية؟ طيب خلص، تركي القصة علي. أنا بدي خبر مايلا، أنا هلأ رايح أخبر مايلا. يا عمي شو بدك من مايلا؟ بدي خبرها شو صار، بدي أعرف وين بيته، بدي أشوف له عمره. اللي صار صار، ما بقى بدي شوشرة هون، أنا شايف حالي ومش مصدق. شايف حالك ومش مصدق؟ هلأ بقلك بحالك؟ والبنت؟ وفضيحة البنت؟ الفضيحة بتخلص إذا تجوزناهم لبعضهم، في غير هيك برأيك؟ هي عم البنت بعدها صغيرة، بعدها بالمدرسة. شو بدي أقول لأهلها؟ لأهلها ما رح نقول شي هلأ ولا لحدا هون. أنا بكرة الصبح بنزل وبحكي مع سيرج، يعني أنا وإنتي وميليسا وسيرج رح يكون معهم خبر بالقصة، مفهوم؟ شو بدك تقول له؟ بكرة بشوف شو رح أقول له، إذا هو مزبوط عمل هيك بده يتحمل المسؤولية ويتجوزها، ما في غير حلة. وبركي ما قبيل. لك الحادث حديث. بونجور. بونجور حبيبتي. خير، شو في اليوم؟ 13 انفجار بزيت الوقت ب13 مطرح. معقول؟ ميات القتلى والجرحى؟ مش عم صدق، والله العظيم مش عم صدق. في شي انفجار قريب على بيتيتا وجده؟ لا، بس في انفجار مطرح ما بيشتغل خالك، مش بالشارع اللي هو فيه اللي حده. تلفنتي؟ طمنتي؟ بتصدقي؟ ما بقى عم بسترجي تلفن. ماما ما فيك تكفي هيك، بتمرضي. انه مشاكل ببغداد ومشاكل هون، انه كيف بده يحمل جسمك كل هالهموم يعني؟ ما بعرف. بتصدقي عبير، نسيت شو يعني البسط، نسيت شو يعني الواحد باله فاضي وراسه مرتاح، نسيت، والله العظيم نسيت. روقي يا ام ماهر، روقي. انت انسانه مؤمنه. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ليلي عندي دوام بالمركز، مش راجعة بالليل، ما ينشغل بالك علي. حبيبتي أنت، تعرفي أنت الوحيد اللي ما بتشغلي لي بالي، يا ريت الكلمة لك. دخلك؟ عم تعرفي شي جديد عن خيك؟ لا، مش عم بيقبل يخبر شو عم بخطط. آخ قصدك برجع على الدوام عادي؟ هي وعدتنا انه ما تخبر شي لحدا، بس شو عرفني، بركي حكيت. معك حق، اصلا اذا ما نزلت بلبسوني التهمة. طيب هلا رح انزل على الشغل ودس النبض تحت. اوكي صديقي، برجع بطمنك، يلا باي. عمي وينهم؟ يا عين، نهار التصوير ما في حدا، نهار حافل. طيب لنبلش.
طيب طيب انا ما رح اتاخر، بعدين بنحكي. باي. شو هلا كيف صارت؟ معتره ما نامت كل الليل. شو هين اللي صار معه؟ انا نازل على البسين تشوفه ابن الكلب. بشك انه يكون اجى اليوم على الشغل. معقول يكون وقح لهالدرجه؟ ريتا معقول ينكر ويقول ما في برهان؟ القصه مزبوطه جوني. انت شفت البنت مال لحالي كانت فيها امبارح؟ جوني بليز طمني، ما تتاخر علي. اوكي. شو هالمصيبه؟ هاي حياتي، مشتقت لك كتير. أنا كمان مشتاق لك. أكيد أمك صارت منيحة حتى تركتها، ما هيك؟ إيه الحمد لله. بس دخلك وينهم كلهم؟ ما في ولا دومري على البسين ليكي. شو بعرفني؟ مدري شو عم بيصير بهالمجمع. اليوم في صمت غريب. رئيف زارب مرته بالبيت حتى ما تشوف حدا ولا حدا يشوفها. وفرح مثل العادة بشغلة. وتمارا وميرا والكل بالمستشفى لأنه إجي مصابة. وريتا كمان زير بحالها بالبيت مثل مدينة الأشباح. على وكيلك. وأنا كمان لازم روح عند الماما. عند أمك؟ ليش؟ في موضوع ضروري لازم أحكي معه، وأخذ معي الأولاد كمان. هاي جوني. هاي. كيفك؟ الحمد لله. سيرج عايزك بكلمتين. ليه؟ في شيء؟ لا أبدا، بدي أسأله عن النادي تحت. أوكي. طيب أنا طالع أخذ الأولاد وأمشي، ما رح طول. أوكي؟ باي. باي. خير أستاذ جوني؟ في شيء؟ لك سيرج، القصة من آخرها مش من أولها. أنت بتعرف شو يعني الاعتداء على بنت قاصر؟ كيف؟ مش عم بفهم عليك. عم بقول لك سيرج، القصة من آخرها. البنت ببيتي وأهلها بعتينا أمانة برقبتي، يعني بدي تربق السما على الأرض. ما رح خلي اللي صار يقطع هيك. ليك حبيبي، الأدلة موجودة، واليوم ما بقى مثل قصص فلومة العربة. في تياب بتشهد، في طب، في فحوصات، وفي أدقان. أوف، لهالدرجة؟ أكيد. بنت عمرها 17 سنة تتعرض للاغتصاب. أوه، لك أي اغتصاب أي بلوط، خليها على الله يا زلمة. لو ما لعبوا الحياة كنت بقول لك هالبنت اللي عم تحكي عنها هي اغتصبتنا. مسكتوا ليه؟ واحد بالأخلاق. ليك، لو ما خايف على صيت البنت كنت نشرتك، كنت جرستك بين الناس وقصفت عمرك. ميليسا هي ترجتني بدها تروح تسهر وأخذتها، وعلى الطريق هي تحركشت فيي وأنا كنت شربان. قالت لي إنه أنا مش أول واحد، ولما صار اللي صار طلعت إنه أنا أول واحد. ما بعرف ليش هيك عملت. اسمع لقلك، من الليلة بدك تزورنا بالبيت، بدك تخطبها لميليسا وبدك تتجوزها، وإلا بيا بيخرب لي بيتي. مستحيل. ليك، هني كلمتين ما في غيرهم، يا إما بتعمل اللي أنا عم بقوله، يا أما الأستاذ رئيف وصحبتك وأهلك والبوليس رح يعرفوا إنك اعتديت على قاصر، وساعتها هدي قبضاي إذا كان فيك تهدي. هيدا عدا عن $500 اللي سرقتها. شو؟ أنا مش حرامي أستاذ جوني. هي دفعت $100 للزلم اللي واقف على الباب كرمال تفوتها، وجوا شربت تنفزرت وطلبت 100 شغلة وصرفت البقوة على حالها. أنا ناطر زيارتك اليوم لتخبرني شو قررت، وإلا ما رح تكون ممنون مني يا سيرج. لازم تعرف كتير منيح انه بنات العالم في وراها عالم. عوافي مادموزيل. اهلا. هون التلفزيون؟ ايه نعم. انا جاي اتشكى. يي عن شو؟ وليد دولي
اه وني الدوله؟ ليش هالدوله عم تعملش كل العلم مثل بعضهم؟ اه ليش شو في؟ عم تساليني ايش في؟ في ناس بتضل 20 سنه حتى تجيب الفيزا مدري ايش اسمها هيدي الشنغن، وفي ناس بخمس دقايق بيطلعوها. فسري لي كيف. عم تحكي جد؟ او ايش ايش عم امزح معك؟ لايك لايك يا دموزيل لايك. ما عم صدق تيو. صدق السفرة كلها صارت بين ايديك. عن جد مرسي كتير. يعني عم فرجيك قديش انا قلبي كبير وارتقي فوق كل الصغائر. اف شو هالكلام الصعب. انا صحفية ما عم بفهم عليك. مع انك طبشت الخط بوجهي وهنتيني نوعا ما، بس انا وعيت الصباح ورحت جبت لك الفيز وعلى قلبي مثل العسل. كنت بتستاهل طبشة الخط وتنام على وجهك طب كمان. ليش بقى؟ لانه قلت عنك مرة كتير حلوة وعبالي سافر معك على اجمل مدينة بالعالم. غريبة انت، يعني اذا الواحد مدحك بتعملي هيك فيه، كيف لو سبك مثلا؟ شو بتعملي فيه؟ الله يستر. بعتذر بس كنت عم بمزح معك. فرح بعرف جيت لعندك بوقت عم تشتغلي فيه، انت ما بتحبي حدا يجي لعندك على الشغل، بس جيت لانه بدي اطلب منك طلب واحد. طلب. لما يطلع على بالك تحكيني احكيني من دون ما تفكري، يعني من دون تعقيدات. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب بدك شيء؟ ابدا ميرسي كثير. ولو باي. بونجور. اهلا. حضرتك مدام فرح؟ ايه مزبوط. انا دكتور حجار كونسلولوج، جاي ضيف بالحلقه. اهلا وسهلا، تشرفنا دكتور. تفضل بليز. بعتذر انا كان لازم بدي اقول لك قبل بوقت لنحضر الحلقه، بس بصراحه دكتور صالح اعتذر اخر تكه وبتعرف صار في لخبطات. دكتور صالح مريض شوي وانا جاي حتى اخذ مطرحه، بالنهايه الدكتور صالح هو استاذنا كلنا. اهلا وسهلا فيك دكتور. ممكن اعرف اسمك الصغير ونبذي عن حضرتك؟ روجي حجار، اختصاصي بالامراض السرطانيه وبعلم بالجامعه. اوكي دكتور روجي حجار، اهلا وسهلا. بتشرب شي دكتور؟ نو ميرسي. لا لو ما بصير اتليست كباية مي. اوكي. ايه بليز تبعت لي كبايتين مي مكتب فرح. طمنيني خالتي. جوني اجا وطمني، سيرجع اعترف باللي عمله ورح يجي عشية لهون لنتفق على كل شي. يعني مش رح ارجع عند اهلي على قطر. هلا مش هيدا المهم. بلا هيدا المهم، ما بدي ارجع لهونيك، ما هيك؟ ولك هلا ليجي الزلمة لنحكي معه ونشوف شو بده يقول، بعدين بنقرر شو لازم ينعمل. شو ما صار عشية ما بدي ارجع على قطر، ما بدي. هل قد بتكرهي هونيك؟ ما بكره هونيك، بكره حياتي هونيك. طيب حبيبتي روقي انت هلا، عادي وارتاحي، رح اعمل لك ترويقة وبس تخلص بعيط لي، ولا عشية فرج. مرسي حبيبتي، صار لازم روح على الشغل. أنا مش عم صدق ردة فعل سيرجع على هالخبرية. هيدا صبي بلا أخلاق. قال شو قال؟ أنا اللي بدي اغتصب ميليسا؟ لولا العيب والحياة كنت بقول هي اللي اغتصبتني. في شي؟ لا لا أبدا. ما تخافي حياتي، الليلة بدي اقصف لك عمره. باي اهلا. يا اهلا بالست هالمي، تفضلي بتنور. ميرسي محمد. روحوا حبيبي تلعبوا هونيك شوي.
بس بعد عندي كم سؤال بتعرف كرمال المعلومات لنحضرهم للمذيع. بليز. دكتور مجوز؟ لا. مغروم؟ نعم. هيدي مسحة. رح يكون أول سؤال عن الدور يلي عم تلعبه وزارة الصحة بمشاركة مرضى السرطان همومهم وأعبائهم وكل الفترة العلاجية اللي بيمرقوا فيها. أوكي؟ ليو شو بك روق؟ ما تقول لي روق، صرت ألف مرة قيله للهبيل اللي تحت ما حدا يصف محلي، يا خي أنا هيك ما بعرف أي ساعة بجي على الشغل، جيت لقيت حدا صافي محلي بيقول لي عندك زبون بالشركة. طيب بسيطة، اترك له السيارة هو بصفها. ما بدي أترك سيارتي لحدا، قلت له لأبو عبده يطلع ياخذ معاشه ويفركها، اليوم آخر نهار لإله. تيو روق شو بك حرام عليك. حش تقول لي روق؟ أنا هيك خي لما عصب ما بعرف شو بصير يا باتريك، بنفسهم بصير فيني ارتكب جريمة على أقل سبب. وأنت بتعرف هيدا الشيء. وينو الدواء؟ منيح اللي الله ضربني، منيح اللي الله ضربني بهذا الربو حتى اقدر اتحملكم. سحر قولي له ابو عبدو يضل ما يروح محل، فسري له انت. عجبك هيك؟ كيفك ماما؟ شو حلو هالاستقبال؟ عم تتمسخري نايلة؟ لا ماما، بس صار لي وقت ناطرة هون بالصالون. كنت مشغولة على التليفون. وين الولاد؟ يعني برا عم يلعبوا بالجنينة. أكيد ولاد إخواتي لما بيجوا يلعبوا هون كتير بينبسطوا. جنينة كتير حلوة، طير عقلهم برا. قولي ولاد أخواتك مش عايزين جنينات. اختك وخيك اسم الله عليهم عندهم بيوت حواليها جنينات واسعة، بس ولادك اكيد بيكونوا مشتهيين المسافة الخضرة، قاعدين بعلبة سردين. لا ماما مش عايشين بعلبة سردين، انا مستأجرة بمطرح كتير حلو ومهم، وصرت قلت لك هالشي اكتر من مرة. ولادي كل نهار على البسين وبجنينات. ايه مبروك، الله يهنيكي، بس انا بفضل موت وما عيش بهيك مطرح. أنا لا بحب أعيش بهيك مطرح لأني وحيدة، لا أهل ولا قرايب، مش بقيلة إلا الجيران. شو في جاي لعندي نايلة؟ جاي لعندك لحتى أحكيكي بخصوص موضوع له علاقة فيي وبولادي، بس الظاهر إنه الأجواء مش كتير مناسبة. شو في؟ حدا مريض؟ لا بعيد الشهر ما حدا بوشي. بدي أقلك إنه جوزي دومت رجع زهر وعم بيهددني. ليلى ألف مرة قلت لك ما تلفظي اسم هالرجال هون بهالبيت. معك حق، صرت قلتي لي ألف مرة وأنا مثل المجدوبة ما عم بفهم وبضل بيجي لعندك. خلص بعدك ما بقى رح أدعس ببيتك. أنا ما قلت لك ما تدعسي بيتي. شو قلتي لي لكان؟ أنت ما قلتي لي إياها بالحكي يا ماما، بس لما بتنطريني أكثر من ساعة ما بتكوني عم تشحطيني؟ لما ما بتطلبي تشوفي ولادي ما بتكوني عم تشحطيني؟ لما كل ما بتشوفيني بتهتيني انه ولاد اخواتي اهم من ولادي ما بتكوني عم تشحطيني؟ ما تقوليني اشياء ما قلتها. بعدين جاي تخبريني انه جوزك المجرم عم بيهددك، جاي مطلقه وحامله على خصرك ولدين. ترجيتك، بست ايدك، ركعت على اجريك وانا اقول لك يا ماما يا حبيبتي هالازعر المجوي المقلعت مش لك. تركتيني ومشيتي. قالوا لك امك بالمستشفى من قبل عرسك بنهار، ما سالتي
ما جيتي شقيتي علي، كنتي مغرومة بفارس أحلامك هالمجرم. بيك مات طق بحرقته عليكي. ما تقولي هيك ماما. هيك ونص. لما عرف إنه جوزك انحبس وصاروا الناس الكبار أصحابه يسألوه بالشغل وبالمجالس، انهار وعمل جرحة. خلاص ماما خلاص. ولما طلقتيه قضيتي عليه، شو بدك بعد؟ شو بدك بعد من هالبيت اللي عطاكي كل شي وحماكي وحطك فوق وانتي البطيء لحتى تروحي تعيشي مع هالمجرم هالمجوي بزريبة حيوانات؟ ميت مرة قلتلك ندماني يا ماما، ميت مرة قلتلك اني ندماني ندماني. من بعد شو؟ من بعد شو؟ من بعد ما كسرتي لنا راسنا وخليتي هالمجرم يتحكم فينا؟ خلص نايلة خلص، اللي انكسر انكسر. معك حق، اللي انكسر ما بقى يتصلح. ولادي ولاد فقر ما بيقدروا يعيشوا مع ولاد اخواتي ولاد العز. القصة مش قصة مصاري ولا قصة فقر. مزبوط، القصة قصة مستوى وبرستيج. خلاص ماما، أنا ما بقى رح ضايقك. إذا حبيتي شي مرة تسمعي صوتي تبقى احكيني. عايزة مصاري؟ لا ماما، أنا ما جيت كرمال المصاري. جيت ما بعرف ليش جيت. باي. أنا ما فيي أتصرف لحالي، في خيك وإختك. مش مهم، مبروك عليهم كل شيء. خايفين على مصرياتهم، بيي حرمني وعطاهم حصتي. مبروك عليهم، أنا ما بدي منهم شيء. نايلة، شفت إنه الزواج مش بالمصاري؟ هن معهم وأنا شحادة، بس نفسي أكبر من نفسهم. تبع حالك ماما. تيو شو بك؟ شو صاير لك؟ معصب كتير. خير ان شاء الله، شو في هالمرة؟ معصبتني فرح، هيدي المرة اللي خبرتك عنها. ليش عملت لك؟ ما شيء معين، بس اليوم هيك فجأة أنا وظاهر من عندها من المكتب وصلت على سيارتي وعصبت كتير لدرجة إنه كان فيني أرجع أطلع لعندها على المكتب وعيت عليها وهينا وسبها وأضربها يمكن، ما بعرف. أف ليش؟ شو بعرفني؟ عاملين مثل أولاد الصغار، عاملي حالك أن مش بيستمها إلا أمها. عندها ثلاث أولاد يا زلمة. فيها يكون عندها ثلاث أولاد وهلأ ما بدها تعمل معك علاقة. إذا ما بعجبها ليش ما بتقلي؟ يمكن بتعجبها. ليش ما بتظهر معي فإذن؟ المرة جوزها شهيد تيو، ويمكن بعدها مصدومة لهلأ. حقها، كل واحد منا عنده نقاط ضعفة. مثل ما أنت مريض بالشعور بالغضب والكولير، هي فيها تكون حاسة بالذنب لأنه جوزها مات. أولاً أنا مش مريض بالكولير. بلى تيو أنت مريض. مش رح ناقشك بهذا الموضوع. ثانياً مش هي اللي قتلته باتريك. تيو بشرفك، مرات بتصير كتير سائل، ما بتعود تفهم على حدا بسرعة. أنت فهمان شو عم بقصد بحديثي؟ كل نهار بفكر فيها يا زلمة، ما بعرف شو صاير لي. أرملة عندها ثلاث أولاد بشيب وشعر الراس، من غير مجتمع ومن غير دين ومن غير عقلية، ما بعرف شو عم بعمل. ليش لحقها ما بعرف. انتبه تيو، إذا القصة هالقد مش ظابطة دروب فرمات من هلأ. إنه برأيك لازم معه تشوفها؟ إيه، كأنك ما شفتها.
في غير حل؟ بالشوم عليك ولو يا سيرج، نحن اللي مقتمنينك على عيالنا وعولادنا، هيك بتعمل فينا؟ مدام ريتا، أنا رح أحكي كل شيء بالتفصيل ومستعد أتحمل مسؤولية كل شيء، بس عشرت ما بقبل أحكي ولا كلمة إلا بوجود ميليسا. ميليسا هلأ متضايقة وحالتها ميليسا مش متضايقة ولا شيء. خلي ميليسا تيجي لهون وبتمنى عليكم تلاحظوا وتشوفوا ردات فعلها، وانتو حكموا وكونوا عادلين. انا ما بقبل اغلط بحق ولا اي انسان، بليز عيطيلها. واذا ما قبلت ساعتها بقوم بفل من هون، وبحياتكم ما بتعودوا بتشوفوا صورة وجهي، ومش فرقاني معي شي. لا وين بدك تفل؟ كيف بدك تفل؟ يلا رح عيطلها. فل حبيبتي انت، ما تبكي، خلص ما تبكي. كل مره بروح لبيت اهلي بنهين وبرجع بروح مثل الجنبه. ليش؟ لانه هيدا بيت اهلك، لانه بتعرفي انه الاهانه اللي طالعه من عندهم مش اهانه، بتكون من ورا قلبهم. حبيبتي روقي، هيدي غيمه بتزول. نيمت الاولاد وجيت لعندك لانه حاسه انه بدي احكي مع حدا او بموت. عم دق لسيرج بس خطه مسكر، نهاية امه رجعت انتكست او شيء. وأنا كمان منهارة وقاعدة لحالي، بدي حدا أحكي معه. نبيل مطول كتير بالشغل، والولاد كل واحد بمطرح، وأهلي ببغداد كل واحد على كف عفريت. تقوم أعمل قهوة منشربها سوا ومنحكي ومندردش. قربي حبيبتي قربي.